الدعاء ينقسم إلى قسمين. يعني الدعاء إن غوانيك دعاء عبادة صرف لغير الله شرك أكبر، كمن صلى صام حج حج لغير الله. يعني يعني الدعاء مع عبادة، يعني كمثل حج حج يأك أنا صالي، يني الدعاء. الثاني دعاء مسألة، دعاء طلب، هذا ينقسم إلى قسمين. يعني دو الدعاء نكو نكو الله أن الله ان نطلب من المخلوق شيئا لا يقدر عليه الا الله هذا الشرك اكبر مثال امراه تاتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب منه الرزق تطلب منه انزال الغيث تطلب منه الولد هذا لا يقدر عليه عليه الصلاه والسلام وهو حي ميت هذا دعاء طلب دعاء مساله لا يقدر عليه الا الله شرك اكبر يعني الشرك أباك هبا كونيه mtu asiombe mwenyezi mungu subhanahu wataala na ukisha omba unaanza kuomba mutu mwenyeha yani vitu mwenye hawezi isipokuwa allah subhanahu wataala ndo anaweza kufanya mathalan mtu akaja kwa nabii alaihi wasalama akamuomba eti ampatie mtoto suyo mtu عليشافانيا الشرك الأكبر كأجوا الله سبحانه وتعالى هويزي يعني رسول صلى الله عليه وسلم هويزي كمبتيا ميمبا يسبقه الله سبحانه وتعالى ندو أنا ف أنا ويزيو ساسو كيشافانيا الشرك الأكبر نعم أما أن أطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه فهذا يصح بشروط أربعة يعني ممتو كي اساسا او كيومبا ممتو ويني اناويزا بيتو ويني اناويزا اييي إي ناكوغانا مشرتي ماني. ان يكون الطلب من حي لا من ميت. يعني ممتو وممتهويو انا تاكيو اكويني يعني ممزيما سيو سيو ريشاف عليكي. يكون الطلب من حاضر لا من غائب، يعني مثلا هو في افريقيا وينادي الوالي الذي في الهند، هذا غائب عنه، كيف يسمع؟

الرابع أعتقد أن هذا السبب لا يضر ولا ينفع والذي بيد جلب المنافع دفع المضار هو الله سبحانه وتعالى يعني كت كينجيني وي موي واكو تي كاما ولي ونفاني سبب تو نا انا الله سبحانه وتعالى فين جينيفيو ني يعني نعيد مرة أخرى يعني تنارودية يفي مرة يبيلي الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة صرف لغير الله شرك أكبر الثاني دعاء مسألة دعاء طلب ينقسم إلى قسمين دعاء يعني نجانيك مرمي لي ما لا يكوان زني أن الدعاء يني الله يا الله سبحانه وتعالى وكيف فانيا الدعاء فيتو بيني أواتها وزيك فانيا و الله سبحانه وتعالى كي يعني إلي يا بيلى مسألة ممتنا وذا كوفانية طالبا أن أن يكون بكيته أي نعم في ما لا يقدر عليه الله صلّى الله عليه لا شك أكبر في يقدر عليه المخلوق يصحب الشروط الأربعة يعني ويني ممتنا وذا كوفانية أي إن إن شرطي أقام شرط أن يكون حي akuwa yani mtu wenyewe yuko hai hayuko mait tena mtu anaweza amefariki yani akakuwa ana wezo wa kufanya kile kitu na unajua una kweli huyo mtu unafanya wenyewe ni sabab na sio kuamini kulekule dua <tuhalitza> stian أقول لك مثلا أعني على حمل هذه الطاولة هل يصح هذا أو لا إذا توفرت هذه الشروط يصح إلا كانت من الشرك يعني مثالي يعني أنا كوبا ممتاك أنا ويزا كوان كو يعني نسايدية تبيبي ميزا ممتو يعني وين يكي روسيا وعايا ما ما إني خلاص إينا كواقا جائز نعم فلان غلق في البحر ويناديك أنت على الشاطئ يقول يا فلان أغثني أغاثك الله إذا توفرت هذه الشروط الأربعة صحة الاستغاثة. <applause> مم... يعني متى أنا إذا كان يجيب بهاريني أنا 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 زمية ممت أك أك ساسا أك أك ناوي ساسا إن زنيت مسمى زكي زكي كوا سيدية نعم طالب من الطلاب يقول أريد أن تشفع لي حتى أقبل في الجامعة الإسلامية. mtu anakujia mwanafunzi mwenzako anakuambia nataka we uniambia watu wapo kwenye shuleni nataka kusomea hapo yani wee ukiwa na u wezo wenyewe anasema khalas haujakuwa watu wenyewe wamemshirikisha mungu